صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: زوجة اشترى زوجها سيارة ونذرت أن تساعده في ثمن السيارة إذا توفر معها مال، وبعد ذلك طلقها زوجها، وبعد الطلاق جمعت مبلغا من المال أخذته من أبيها لكي تعطيه لزوجها السابق وفاء بالنذر وأرسلته له، ولكن الزوج رفض أخذه، فهل عليها شيء؟ عليها أن تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام. نعم.